حينما نرى صحيفة شارلي إبدو الفرنسية وهي تسخر من زلزال تركيا وسوريا. يعني قامت بعمل كاريكاتير تشير فيه إلى أن هؤلاء ماتوا بالآلاف دون أن يتم إرسال دبابات لهم. هل يقصدون بأنه هذه الفجاعة حدثت دون وجود أي حالة من حالات الحرب، أم يقصدون بأنهم ماتوا دون أن ترسل فرنسا دبابة واحدة؟ لكن يبقى الأكيد بأنه نوع من الشماتة، نوع يكشف عن حقد وبغض كبيرين للغاية في قلوب هؤلاء، قلوب لا تعرف الإنسانية. من يقوم بعمل رسوم مسيئة للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لن يتواجد في قلبه مثقال ذرة من خير. وبالفعل صحيفة شارلي إبدو تكشف وتبرهن وتثبت هذا الأمر بهذا الرسم التعبيري الذي تحدثت فيه عن رؤيتها لزلزال تركيا. بدلا من أن يتحدثون عن ضرورة المساعدة، عن الدعوات بالرحمة للضحايا، يكشفون عن هذه القذارة والسواد الكبير الموجود في قلوب هؤلاء.